وبما أني أنا من عشاق الاستحمام صباحا، أخذت شاور بهذه المجموعة. هذه المجموعة عبارة عن شيئين، المجموعة عبارة عن شغلتين، سبونج وكريم. شوفوا السبونج شلون صاير في جليتر، غير ريحته اللي ما أدري شو أقول شحكي عنها. طبعا الجليتر اللي بهذا المجموعة حيل صغير صغير ودقيق، ما يبين بس يلقط الضوء. بنات الريحة والملمس على الجسم شيء خيال خيال. الريحة تظل فيك يومين، والله يومين، فراشك غرفتك وانت بكرامة الحمام، فظيعة المجموعة. والحلو بهذه الماركة ان كل زيوتها العطرية اورجانيك، طبيعية 100%. طبعا حتى السبونج تسوي لك تقشير، تسوي لك مساج، وايضا تلمع الجسم وتنظف.